والهدف هو الاستجابه للطلبات المتزايده. وتعرفوا مع قانون الاعلام الجديد ممكن مستقبلا تكون عدد الطلبات كثيره من قبل المواطنين على الاذاعه، وحتى نقدر نستجيب الى هذه الطلبات عن طريق موجات افهم مستحيل، لانه هذه الخطوط هذه او هذه الموجه يعني مكتظه، اذا ما نقدرش نلبي رغبات المواطنين. تبقى الطريقه المثلى لتلبيتها عن طريق البث الاذاعي الرقمي. اثنين، انه افريقيا افهم ربما تكون الفوفور، البث عن طريق موجات افهم ربما يكون مكلف، ولكن البث الاذاعي الرقمي يعني نقدروا نبثوا في نفس الوقت 20 برنامج، وكي نبث 20 برنامج معناتها تنقص التكلفه. اذا هذه امور تقنيه ولكنها تشير الى المجهودات التي تبذل من طرف السلطات العموميه.